إله الواحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. في سلسلة دراستنا في رسالة يعقوب اتكلمنا في الإصحاح، يعني ناخد فكرة كده عن الإصحاحات اللي فاتت. في الإصحاح الأولاني اتكلمنا أو قديس يعقوب اتكلم على إزاي تحول الألم والضيقة والتعب في حياتك لفرح، وقلنا عشان ندرك الحكاية دي لازم نعرف إيه الهدف من الألم في حياتنا، وكمان أطلب بإيمان وثقة في ربنا أنه إله صالح وأنه إله محب، مع الحكمة اللي أطلبها من الله للحكمة السماوية. ولازم علشان أحول الألم لفرح أخذ الألم بالتضاع. فالإنسان المتضع يقدر بسهولة يحول كل الضيقة اللي في حياته إلى أفراح، مع أن احنا ندرك حقيقة أن كل ما هو في العالم إلى زوال، وفي حاجة أسمى من العالم كله اللي هي السماء، ندرك أن هناك حياة أبدية. دي تقريبا خطوات نقدر حطها معلمنا يعقوب علشان يقول لنا إزاي تحول كل ما هو في ضيقة أو تعب إلى أفراح في حياتك. وقال أن في بعض الأتعاب الداخلية اللي قسمها في أربع يعني خطوات. قال أن دي أول حاجة بتعملها اللي هي الخطية، يعني أو الأتعاب دي بتبتدي بانجذاب، وبعدين انخداع، وبعدين تتحول لشهوة في حياتي، وبعدين تتحول إلى موت اللي هو موت الخطية. وفي آخر إصحاح واحد قال لنا حاجتين مهمين أوي في سلوكيات الإنسان: واحد، افعل الرحمة على قد ما تقدر. اتنين، احفظ نفسك بلا لوم على قد ما تقدر. في إصحاح اتنين نقلنا إلى صورة تانية، هي فكرة المحاباة للأغنياء. وده مثل لما يكون واحد غني ما قلوش تعالى أقعد جنبي، والفقير أقول روح أقف هناك، أو تعالى أقعد تحت رجلي. فكرة المحاباة للأغنياء دي فكرة مرفوضة تماما. وخد معاها موضوع الرحمة وإزاي نرحم الكل، كل الفئات إزاي نرحمهم، مش بس الفقراء أو غير الفقراء. وفي الإصحاح بتاع اتنين ده كلمنا على الإيمان والأعمال، ووضح لنا أن الإيمان بدون أعمال ميت. في إصحاح ثلاثة ركز على أهمية ضبط اللسان وأهمية الحكمة السماوية، نقطتين مهمين قوي في إصحاح ثلاثة. وقال اللي يتزرع في سلام، لو زرعت حاجة في سلام هاخد الثمر بتاعتي في الآخر بسلام بدون أي خلافات ومنازعات. ودي كانت نهاية إصحاح ثلاثة، يتكلم على فكرة ما يزرع في سلام يحصد أيضا في سلام. من أول إصحاح أربعة بقى، وفي إصحاح أربعة هياخد آخر إصحاح ثلاثة ويتكلم على عدم السلام بقى. بيقول: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هذا، من لذاتكم المحاربة أو المحاربة في أعضائكم؟ الحروب معناها أن في، طبعا مش معناها الحروب العالمية بس، لكن حتى الحروب على مستوى الشخص نفسه. أنا بحارب إنسان في عداء بيني وبينه، ويسموه عداء مستمر، لأن الحرب دي لما يكون في عداء مؤقت بينتهي مع الوقت، يعني حاجة تعدي خلاص. لكن ما يكون في عداء يقود إلى خلافات ومنازعات، دي بيسموها عداء مستمر، بيني وبين واحد ما فيش ارتياح. والخصومات اللي هي معناها المشاجرات، يعني الواحد يدخل في مشاجرات، يبقى أنا في عداء مع حد أو في خصومة مع حد ومشاجرة مع حد. طيب بيقول هتجيلكم منين دي؟ ما هو أصل هو ختم الإصحاح ثلاثة وقال اللي يتزرع في سلام، هنا ما فيش سلام، فهتكون في حاجات محاربة لأعضائنا، يعني تلاقي من جوايا مش طايق أبص على الشخص دوت، ومش طايق أسمع صوته، حواس الإنسان وأعضاء الإنسان. لو مد إيده علي عشان يسلم أنا مش عايز أسلم. فبيقول أليست من هنا؟ إيه بقى هنا؟ إيه الحكاية دي؟ من لذاتكم المحربة في أعضائكم؟ اللذة هنا لذة إن أنا أبقى إنسان حاسس أنا أفضل من الآخر، مش عايز، يعني عايز أدخل معاه. أنا ليه بدخل في عداء مع الآخر؟ إن حاسس إنه مش زي، أنا مختلف عنه، أو على الأقل أنا مش قابل إن هو يكون في حياتي.
لذتكم المحاربة دي هي الرغبات أو الرغبة في المسرات الأرضية. لو اتكلمنا عن الأمور الروحية، في حاجة من جوايا، العضو بتاع عينيه ده شايف الشهوات قدامه فبيتأثر بيها، شايف حتى تعظم المعيشة اللي موجودة فمتأثر بيه، شايف يعني أمور يمكن اللي قدامي دوت الناس بتحبه، أنا كمان عندي رغبة أن أنا أتحب، فأدخل في خصومة وفي عداء وفي لذة بتمتلكني بتحاربني من جوه. عشان كده بيقول بتيجي منين الخصومات، بتيجي منين المشاجرات، بتيجي منين المنازعات اللي بيننا من جوانا، حاجات داخلية أعضاءنا متأثرة بيها. في فرق كبير قوي قوي بين الفرح وبين اللذة الجسدية اللي هو بيتكلم عنها، هي لذاتكم المحاربة في أعضائكم. اللذة اللي بيتكلم عنها دي هي اللذة الجسدية، بشتهي حاجة عايز أشوف، عايز أخدها، نفسي في الموضوع الفلاني دوت أكسبه، شهوة 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 غير الشهوات الأخرى خاصة ببقية أعضاء الجسم. دي بتدي فرح مؤقت، لكن الفرح الحقيقي اللي هو بيرجو لينا رب المجد اللي اتكلم عنه في رسالة رسالة يوحنا الإصحاح الأولاني، فرح ليكن فرحكم كاملا، دوت مختلف تماما عن اللذة الجسدية. لأن الفرح ده عطية الله للإنسان، أنا بقول لك افرح كل حين وأقول لكم افرحوا، لكن اللذة دي بتبقى عطية الجسد للإنسان. طيب فيها فرح؟ اللذة ليها فرح، بس فرح مؤقت وسريع جدا ويتقلب بعد كده بغم وهم. لكن الفرح بتاع رب المجد يسعد حتى لو الإنسان ما عندوش أي إمكانيات لا مادية ولا معنوية، لكن فرحان بربنا إن واحد من ولاده فرحان بالعشة معاه. إيه اللي بي 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 بينتصر على الألم في الآخر والضيقة في حياتي؟ الفرح بتاع ربنا ولا الفرح بتاع اللذة الجسدية؟ طبعا فرح ربنا هو اللي ينتصر على الألم والضيقة اللي موجود في حياتي. علشان كده ربنا دايما يقول اطلبوا مني الفرح وانا اديكم الفرح الكامل. لكن الجسد الحقيقة أفراحه بتكون مؤقتة وما بتدومش كتير، وربما تقود إلى الإحساس بالحزن أكتر بعد ما الإنسان يمتلك حاجة كان بيشتهيها بعد شوية مش عايزها. عندنا مثلا قصة ثمار وأمنون مثلا في العهد القديم. أمنون كان نفسه في ثمار، وثمار كانت عايزة أمنون، أو يعني على الأقل خضعت ليه في الآخر وسمعت كلامه. النتيجة هي إيه؟ ألم وضيق وتعب، وفي الآخر تحول مفيش فرح، فرح اللذة الجسدية كان موجود ساعتها، لكن بعد كده أمنون قلب عليها على قدر الكتاب المقدس كده، على قدر ما حبها على قد ما أبغضها. يقول بقى شوية حاجات كده، تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. المناقضات اللي موجودة ديت معناها إيه؟ معناها عايز يقول إن مفيش حاجة دايمة في حتة الامتلاك ديت. فبيقول تشتهون ولستم تمتلكون، واحد يشتهي حاجة لكن في الآخر مش حدوم له في الآخر، فهتلاقي الحاجة دي راحت منه. لو إنسان عايز يمتلك مكان بعد شوية، يا المكان ده هيروح يا إما هو نفس الشخص هو اللي هيروح. عايز بيننا الشهوات دي عاملة زي السراب، بيقول تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون. تخيلوا الشهوة ساعات بتقود الإنسان إنه يقتل ويحاول إنه يمتلك الحاجة بالعافية، ودي اللي بتحصل بين الحروب وبين البلاد وبعضها. أنا عايز أمتلك البلد دي تبقى تابعة ليا تحت سلطاني، أدخل في حرب وأدخل في مخاصمات شديدة جدا ومفيش سلام في المنطقة عشان أنا عايز المكان دوت. وعلى المستوى الإنساني برضه بيكون نفس الحكاية، ممكن واحد يقتل واحد عشان ماديات، بنشوف أمثلة كتيرة جدا، ساعات الأقارب نفسهم بيقتلوا بعض عشان خاطر الأمور المادية. فعايز يقول ما تبصوش على الحاجات بتاعة العالم ديت، أنتوا بتشتهوا لكن ما بتمتلكوش، في الآخر كل ده بيروح إلى زوال. وممكن تقتل وممكن تحسد، الحسد ده بيجي معنا الغيرة، والغيرة ساعات تبقى غيرة قاتلة، مش معنى ده عنده وأنا ما عنديش. فيقول تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا،
لأن في الآخر ممكن تبقى في قتل وفي وفي وفي، لكن يقودك إلى الهلاك، لكن مش هتنال اللي أنت عايزه في النهاية. يبقى الشهوة سريعة عاملة زي السراب. ومشكلة الشهوة اللي كان بيتكلم عنها في عدد اتنين تشتهون ديت، مشكلتها إنها عايزة زيادة باستمرار، فيها نوع من أنواع الإيه؟ الطمع. دي طبيعة الشهوة، إن الإنسان بيشعر باستمرار بعدم الاكتفاء. أنا نفسي وبعدها نفسي وبعدها نفسي. تخيلوا مثلا كده سليمان الحكيم مثلا، يعني سليمان دوت لم يكتفي بال999 زوجة اللي امتلكهم، لكن كان فكر في رقم 1000. ما هو عايز كل شوية عمال يشتهي، واللي اشتهى دوت أنا ما اكتفيتش لسه عايز. يعني معنى كده إن الآية اللي بيتكلم عنها معلمنا يعقوب هنا ويقول لهم في الآخر تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، أصل الحاجة اللي قايمة على الخصام ما بتدومش، لأنكم لا تطلبون. هنا بقى لأنكم لا تطلبون بطريقة صحيحة، يعني أنت بتشتهي ده وعايزها، لكن أنت ما طلبتهاش بطريقة صحيحة. معنى الآية بطريقة سهلة جدا، إنسان بيشتهي لكنه في نفس الوقت غير قادر إنه يمتلك كل ما يشتهيه، ربما نقص مال، ربما نقص بعض الإمكانيات، ربما الشعور بالحرمان في بعض الأحيان يخليه يعمل الحكاية ديت. لكن للأسف الشديد حيدنه باستمرار، يعاني ويتكلم عن نفسه إن أنا محروم محروم حتى لو عنده حاجات كتير. عشان كده من ضمن الحاجات اللي لما يجي حد من يعني من المعترفين يتكلم يقول أنا ساعات بغير، فنقول له كده على طول، نقول له بتغير من إيه؟ ده فلان دوت، ما بنقولش على أسماء يعني، بس نقول إيه؟ أنت بتغير من موضوع إيه؟ يقول مثلا واحد يعني متفوق عني في العلم، وأنا بحاول أجاهد بس مش قادر على قدي. نقول له على طول، طب ما تبص إن أنت متفوق في الروحيات، ما يمكن تكون عايز يعني تبص على إنك أنت متفوق، ربنا مدي لك بعض الأمور المالية أو المادية، مدي لك أولاد والتاني ده ما عندوش، هتلاقي ربنا مدي حاجة، هي الباكج بتكون كلها على بعض، فهتغير من إيه؟ في الآخر دي عطايا الله للإنسان. لكن طبعا في كلمة تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، يعني وانت بتحاول انك تمتلك تشتهي كل حاجة، عندك الاستعداد انك تنتقم وتقتل وتاخد. والقتل هنا احبائي ليس القتل الجسدي، ساعات الانسان عشان بيعايز يطلع نفسه احسن من اللي قدامه في غيرة شديدة قوي يقتله معنويا، يقتله روحيا، يتكلم عليه، يتكلم قدامه، يا عم اسكت ده انت شكلك مش عارف عامل ايه، ده انت فاكر نفسك ايه، ده نوع من انواع القتل، نوع من انواع الحسد، ونوع من انواع الغيرة. لكن يقول له في الاخر كل الحاجات ديت مش هتنال بيها اي حاجة روحية في حياتك، بالعكس ده انت بتتكلم بطريقة عالمية صرف. وعايز يختم في الاخر يقول لك اصل انت لما بتيجي تطلب ما بتطلبش الامور حسب ما ربنا عايز. عشان كده كلمة لتكن مشيئتك اللي بنقولها في أبانا الذي في السماوات فيها طلبات، اطلب اطلب، بس في الأخرى لتكن إيه؟ مشيئتك. وعدد ثلاثة يقول تطلبون ولستم تأخذون، يعني أنت بتطلبش صح، لكن ساعات تطلب ولست تأخذ. الله، طب يا رب أنت حيرتني، أطلب ولا ما أطلبش؟ في الآية رقم 2 أنت بتطلب بطريقة يعني ما طلبتش خالص، لكن في آية رقم 3 بتطلب لكن مش هتاخد برضه. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. يبقى ساعات طلباتنا ما بتبقاش طلبات صالحة. ساعات أطلب عايز 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 أقول أنا مستعد أدي لك فلوس يعني ياما، مستعد أدي لك أولاد يا كتير قوي، مستعد مستعد مستعد، لكن ده طلبات رديا مش في صالحك. عشان كده كلمة لتكن مشيئتك، اديني بس حسب مشيئتك، أنا نفسي يا رب. وده لا يمنع الإنسان إنه يطلب، يا رب أنا عايز، من حقك تطلب من أبوك السماوي. لكن لو ما ربنا ما دلكش هيعرف إن الطلب دوت رديا، مش معنى إن هو يعني تطلب حاجة وحشة، لا، بس مش في صالحك في الآخر، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. طب أنا طلبت مثلا تديني ولاد ولا حاجة، إيه الإنفاق اللي هنا؟ ما هو ممكن يكون الولد دوت سبب تعب ليك، فربنا يقول لك بلاش بلاش. انت عايز الولد ده ليه؟ عايز فلوس، انا مستعد اديك فلوس، بس ممكن اديلك فلوس كتير قوي قوي، وولادك يبددوها وينفقوها بطريقه رديه.
تخيل الابن الضال كده عمل نفس الحكاية، راح لأبوه قال له هات، أبوه قال له خد بس أنت هتتعب. ما كملش الرحلة، ما كملش كتير، لقى نفسه وحيد وصرف كل اللي عنده، بس ده كان ذكي، رجع لأبوه على طول واترمى في حضنه. عشان كده بنسميه الابن الإيه؟ الشاطر. طب أمال عايزنا نطلب إيه يا رب الحاجة الصالحة؟ يقولها معلمنا بولس الرسول في كلوسي 3، يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح، يعني صرتم مسيحيين بالقيامة، فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اطلب من ربنا السماوي، اطلب أمور سماوية. دايما بنركز على الأمور الأرضية، الله يعطيها ويحب إن احنا نتمتع بيها، لكن في نفس الوقت ساعات بتكون مضرة لينا، يقول لك ده طلب رضي. أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. إحنا مش عارفين يا رب أنت جبتني العالم ليه؟ لما أنت شايف أن العالم دوت فيه عداوة ليك وإحنا عايزين نبقى معاك. وهنا قال كلمة الزاني والزواني، عطلت هنا بيروح لكلمة الزنا، معناها الزنا الجسدي، ده أحد أنواع الزنا. لكن دايما الآباء القديسين بيركزوا على الزنا الروحي، الزنا الروحي اللي هو إن احنا نشرك حاجة في اهتماماتنا أكتر من ربنا، لأن الله يريد الإنسان زي العروس والعريس بالضبط السماوي، زي العروس في نشيد الأنشاد، عريس والعروس في نشيد الأنشاد. أنا عايزك أنت ليا، لما أدخل معاه حاجة تانية تتفوق علاقتي بالحاجة دي أكتر من علاقتي من ربنا، أصبحت أنا في حكم الزاني. ليه؟ لأن دخلت حاجة مع عريس السماوي، بقت بتنافس عريس السماوي. تخيلوا إن احنا نعملها تقريبا كل يوم في حياتنا، بنهتم جدا 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 بالأمور المادية، بشغلي وبمذاكرتي وده كويس، ربنا مش هيقول لي حاجة عليها، لكن أنا فين من الموضوع دوت؟ إحنا ركناك أيها العريس السماوي شوية، إحنا مش عايزينك دلوقتي، تخلص اللي ورانا بقى اللي عندنا في العالم أكتر. دي الفكرة اللي عايز وصلها لنا معلمنا يعقوب، كلمة الزاني والزواني، إن هي إشراق حاجة مع محبتنا، بنحب حاجات أكتر من محبتنا لأبونا السماوي أو عريسنا السماوي. دي بقى هنا محبة العالم. العالم في حد ذاته ربنا جبنا في العالم. قداسة البابا شنودة كان دايما ليه تعبير جميل أو يقول إيه، عيش في العالم ما تخليش العالم يعيش فيك، يتملك منك، تبقى محبة العالم عندك تفوق محبتك للأمور السماوية ومحبتك لله. طب إحنا عايزين رب يعني نحبك أنت، يبقى ما تبصش على أمور الأرضية العالمية اللي ممكن في الآخر ما تنفعكش في السماويات. طب ولو حبيت العالم يا رب تصير عدو لي؟ عدو؟ لأنك بتحب حاجة أكتر مني. طب اللي أنت رب تديني إمكانيات، خد الإمكانيات، أنا بدي لك عشان تعيش بالإمكانيات ديت، بس خلي بالك لو حبيت الحاجات دي أكتر مني هتصير عدو لي، لأنك في الآخر ما بتتمتعش بالعشرة معي. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟ ده يعني معناها أن إحنا يعني مش مؤمنين بالآية ديت. إيه الروح الحال فينا؟ الروح القدس على طول، يعني برضو مش يعني مش ماشي قوي. عشان نفهمها صح خلوا كلمة الحسد دي الغيرة معناها إيه. أما تظنون أن الكتاب يقول باطلا، أنتوا فاكرين الكتاب المقدس بيقول حاجة باطلة؟ الروح الذي حل فينا بين قوسين اللي هو الروح القدس يشتاق، يعني بيطوق إلى الحسد، الحسد اللي هي الغيرة. معناها أنه أنتوا فاكرين أن الروح القدس ما بيغيرش على النفس البشرية؟ لا بيغير. روح الله اللي هو الله بيغير لما يحس أن إحنا في إيدين العالم أكتر. الروح القدس اللي جوايا اللي أنا خدته في المعمودية عمال من جوه بيغير. بتغير ليه؟ بتغير ليه الروح القدس الحال فيا؟ لأني شايفك مرمي في أحضان العالم، مرمي في أحضان الماديات، فأنا بغير، روح الله بتغير علي. تخيلوا التعبير جميل جدا، أن الله بروحي القدوس بيغير لما بيشوفني أنا عايش في العالم بطريقة غريبة بعيد عن حبي لله. فالحسد هنا بيعني الغيرة. ولكنه يعطي نعمة أعظم، يعني الروح القدس بيعطي نعمة أعظم، لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. هنا معناها تفسير الآية ديت
بتفسر الآية اللي قبلها اللي هي الإنسان لما بيترك نفسه في العالم عشان بيحب الحاجات اللي في العالم بيزداد كبرياء كبرياء، لكن الروح القدس اللي جوه الإنسان عايز الإنسان يبقى متضع، فيقول لكنه اللي بين قوسين الروح القدس يعطي نعمة أعظم. الروح القدس من جواه من جوايا بيغير عليا لأني في العالم، لكن ممكن يديني نعمة وأتحول من إنسان متكبر إلى إنسان متضع أمام الله، فتصير لي ساحة مفتوحة. لذلك أقول يقاوم الله المستكبرين. كلمة يقاوم يعني ربنا بيفايت مع الناس المستكبرة، بيحاول يغيرهم، وأما المتواضعين فيعطيهم النعمة. يبقى عايز يقول كده، لو أنت رميت نفسك في العالم هتلاقي الروح القدس عمان من جوه يغيرك، يحاول يغيرك، بس لو أنت اتضعت هيديك نعمة أعظم، هتحول فكرك إلى فكر سماوي أكتر، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. طبعا الاستكبار هنا بيجي أكتر من يعني على الشيطان وأعوان الشيطان والفكر الشيطان اللي بيتملك من الإنسان. طب يا رب تديني خطة بقى، أنا عايز أصير معك، أنا عايز أبقى ابنك، أنا مش عايز أترمي في حضن العالم، تديني خطة. يقول شو بقى الكام خطوات اللي جايين بقى اللي ربنا حديها له. يقول كده فاخضعوا لله. يبقى الخطة الخاصة بنجاتي من إيدين العالم، وإن أنا ما خليش الروح القدس جوايا غير بالطريقة ديت، لأن أنا في إيد الروح القدس أو في إيد ربنا. واحد، اخضع لله وقاوم إبليس فهرب منكم. معنى كلمة قاوم إبليس يعني إبليس ده ضعيف جداً وحيهرب، عامل جبان هيجري من قدام مش هيكمل. إبليس يهرب منكم، آية جميلة. اخضعوا لله قوموا إبليس فيهرب منكم. يبقى أول حاجة اخضع لله يعني تطيع الوصية بتاعت ربنا. اتنين، قاوم يعني اهرب من الخطية وقاوم الخطية. سهل جدا أنت تغلب الخطية بنعمة ربنا اللي اديها لك في حتة الخضوع. تلاتة، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. اقترب لربنا، التصق بربنا كتير، التصق بكلمة ربنا، بالتسبيح لله، بالكنيسة، بجمال الكنيسة وحاجات اللي موجودة في الكنيسة الجميلة. امسك في ربنا والتصق. كلمة التصق يعني أو اقترب إلى الله يعني امسك فيه قوي. هو عطلت لقى ربنا جه كده واقترب منك، بس هو عايز يشوف استعدادنا. عندك استعداد هتلاقي ربنا اقترب منك خاص. يبقى دلوقتي ثلاث نقط مهمين، اخضع لله، قاوم إبليس فيهرب منك، والتصق أو إيه اقترب لله والتصق به على مستوى الشخصي في مخدعك وعلى مستوى الكنيسة. نقوا أيديكم أيها الخطاة، اللي هي التوبة بقى. يبقى رابع بند عشان أبقى إنسان نعمة ربنا شغالة معايا، نعمة الروح القدس اللي جوايا، أنقي إيدي من الخطية، يعني أحاول أن أتوب. كانت إيدي ملوثة أغسلها أنقيها، معنى كده اغتسل أنا عشان خاطر أصير إنسان تائبا أمام الله. وبعدين قال لهم كده طهروا قلوبكم يا ذو الرأيين. كلمة طهروا يعني طهروا قلوبكم، عارفين لما نيجي كده في القداس أبونا يقول أين هي قلوبكم أو ارفعوا قلوبكم، اللي هي عند ربنا. طب تترفع القلب بتاعي ده وأنا جوايا يعني غيرة وحسد ونميمة وإدانة وكل الخطايا اللي معروفة ولسه ما نقتش القلب بتاعي، لا طهر القلب. ذو الرأيين مقصود بيها اللي انت قلبك يعني نص كده ونص كده. لو فتحنا قلب الإنسان دلوقتي نلاقي نص مع العالم ونص مع ربنا، بحبك يا رب بصلي وكصومة، لكن في الآخر برضه بحب العالم، مع أن ربنا يقول يا ابني أعطيني قلبك على بعضه، مش عايز تنصص نص ليا ونص العالم، عايز القلب كله بتاعي. عشان كده بيقول طهروا قلوبكم يا ذو الرأيين، يعني عايزنا يبقى صاحب رأي واحد بس، أنا مع ربنا على طول الخط، قلبي مع ربنا، إداني إمكانيات في العالم هاخدها وهمشي برضو مع ربنا. يبقى الخطوات لغاية دلوقتي، اخضع لربنا اللي هي من خلال الوصية. اتنين، قاوم إبليس فيهرب منك. تلاتة، اقترب من الله فالله يقترب منك. أربعة، نقي إيدك يعني نقي أيديكم وطهروا قلوبكم، ودي معناها التوبة. الرقم عدد بقى رقم 9 يقول ايه؟ يقول كده اكتئبوا ونوحوا وابكوا.
احنا هنبتدي كده بالحزن على طول؟ لا، هو عايز يحس، يقول لي ايه؟ حس بالخطيه اللي انت عملتها. لو حسيت بالخطيه هتحس انك اجرمت في حق ربنا. فمحتاج ان انت تنوح وتبكي وتحس ان انت مش فرحان، مكتئب، علشان خاطر التوبه دمرت حياتي، خلت الصوره بالنسبه لي سوده، خلتني مش قادر اشوف ربنا ولا اتعامل مع ربنا. الخطيه حجبت بيني وبين الله، فصار شعاع الله اللي بيطلع منه مش واصل لي، مش واصل لقلبي، ما فيش تنقية في قلبي. فالحتة دي مهمة كمان جدا في خطوات عمل نعمة ربنا ونعمة روح القدس جوايا. اكتئبوا ونوحوا وابكل وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. ليه بس يا رب حتة الغم دي؟ هو ملخص الآية، الإنسان في توبته بيقدم بكاء ويقدم حزن لله على الخطية. عشان كده داود النبي قال: خطيتي امامي في كل حين، اعوم سريري بدموعي وقبل فراشي. طب ليه يا داود طول حياتك كده؟ يعني الخطيه قدامك طول حياتك؟ لان محتاج احس ان انا احزنت قلب الله اللي اداني كل حاجه واداني كل ما يمتلك، اداني جسد ودمه الطاهرين وانا استهنت بيهم. يبقى دي هنا دعوه للتوبه من خلال البكاء والنواح ومن خلال الحزن على الخطية اللي الإنسان بيعملها. لكن الحقيقة الجميل فيها يقول، وطبعا تحويل النوح الفرح إلى نوح معناها الفرح العالمي، عمال تفرح في العالم وتهيص في العالم بطريقة يعني خاطئة. لا، بص على الحتة دي وحس إنك محتاج إنك تنوح. تنوح يعني تحزن على اللي أنت بتعمله في العالم ضد وصية ربنا. الحزن مش على شيء بنفقده، الحزن على روحي اللي أنا فقدتها في علاقتي بالشيطان وعلاقتي بالعالم. فقدت الروح الجميلة اللي ربنا خلقني بيها واللي أنا خدتها من المعمودية، وربما أحزنت الروح القدس اللي جوايا بسبب خطاياي. في آية رقم 10 بيقول: اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. حتة الاتضاع مهمة قوي. الله دايما يبص على المتضعين ويرفعهم إلى السماء. ما افتكرش ان هندخل السماء هنلاقي ناس متكبرة يقول لك مالكش مكان، تقعد ازاي مع الأنبا أنطونيوس، تقعد ازاي مع ماريو حادة الإنسان المتضع، تقعد ازاي مع كل القديسين اللي قدموا حياتهم في اتضاع كامل، مش هيبقى لك مكان. هتقعد ازاي مع العذراء اللي هو الله نظر إلى اتضاع أمته، تقعد ازاي جنبها وانت إنسان لسه متكبر وعايش في الكبرياء بتاعك. كل ما الإنسان يسعى في الفضائل ويسعى في الأمور الإيجابية ويسعى إلى الاتضاع، هيتلاقي دايما روحه بتسمو. يمكن اتضاعه بيبقى على مستوى الروح وعلى مستوى الجسد، لكن في الآخر الروح هي اللي بتسمو ناحية الإيه؟ السماويات أكتر. لا يزم بعضكم بعضا، دي من ضمن الخطوات. عايز تخلي نعمة ربنا تشتغل معاك، لا يزم بعضكم بعضا أي الأخوة. الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عمام بالناموس بل دينا له. إيه اللي دخل الناموس؟ الناموس هنا المقصود بها الوصايا بتاعت الكتاب المقدس أو وصايا العهد القديم بالذات، لأنه كان نتكلم عليها بصيغة الناموس. طب إيه الوصايا؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، حبوا والديك، كل الحاجات دي ده وصايا الناموس. فيقول لهم لا يزم بعضكم بعضا، لأن المحبة هي أولى الفضائل اللي ربنا ادها في العهد القديم والعهد الجديد. فكون إن أنت ما بتنفذش الحب دوت معناه إنك بتزم الناموس نفسه، لأن الناموس هو اللي وصلنا بكده. وصاية ربنا أو الوصاية بتاعت ربنا ليا، الوصاية بتاعت ربنا ليا هي كده. لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس. ليه يزم الناموس؟ لأن الناموس وصاني على أخويا. الناموس وسطاني أحب أخويا. لا تدينوا لكي لا تدانوا، الناموس وسطاني بالوصية ديت. فلما أنا ما أعملهاش يبقى أنا بزم الناموس وبدين الناموس. وإن كنت تدين الناموس فلست عمان بالناموس بل ديانا له. ما تقولش بقى أنا بنفذ وصية ربنا، لا، أنت بقيت ضد وصية ربنا لأنك ما بتعملش بالناموس بل صرت ديان للناموس، يعني معناها مش عاجبك وصية ربنا. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت
يا من تدين غيرك. إذا كنت بتدين الآخر فأنت بتدين الناموس، والله واحد هو اللي وضع الناموس ده كله، العهد القديم والجديد. فلما كنتش بتنفذ الوصايا يبقى أنت بتدين الناموس وتدين الله. ومين أنت علشان تدين الناموس؟ أنت مين عشان تدين الله؟ فمن أنت يا من تدين غيرك؟ بتدين الآخر ليه؟ سيب الحكم والعدل لله القادر أو الله العادل. هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. إيه الحكاية دي؟ كانوا زمان في اليهودية لما كانوا يحبوا يعملوا تجارة رابحة كانوا يروحوا بلد ويقضوا فيها سنة يحاولوا يتاجروا في البلد دي وبعدين بعد كده يرجع. ده اللي كان بيتبع يعني. يقول لهم أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنها ما هي حياتكم، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. إيه معنى الآيتين دول؟ الآيتين دول معناهم من فضلك خلي بالك لحسن أنت عندك مشكلة إنك بتخطط وبتمشي ورا خطتك، ما بتتكلش على الله. للأسف شديد أنت بتمشي ورا إيه؟ ورا خطتك. فبيقول لهم كده هلما الآن أيها القائلون، يعني إحنا من نفسنا، نذهب اليوم أو غدا، يبقى أنا حددت اليوم اللي عايز أمشي فيه في طريق الإتجار بتاعي، إلى هذه المدينة أو تلك، يبقى حددت المكان. خلي بالكم الإنسان بيعمل إيه، حددت اليوم أو الوقت وحددت المكان، وهناك نصرف سنة واحدة، يعني نقعد سنة، يعني كمان حددت المدة اللي هتقعدها، ونتجر ونربح، حددت إن فيه كمان إيه ربح. يعني أنت عملت كل حاجة، أنت متأكد إنك هتربح. لا، يقول لي أنت ناسي نفسك، ده الحياة كلها عبارة عن بخار يظهر قليلا قليلا ثم يضمحل. حياتك كده، أنت ممكن تخطط بس تضعها في يدي الله. هو هنا بيتكلم عن الناس اللي بيخططوا ويمشوا ورا خطتهم وناسين ان انا حياتي ممكن تنتهي في اي وقت. ويا بنشوف قصص من الحياه رهيبه، عامل زي الغني الغبي اللي قاعد يعمل مخازن 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 ويقول لك اكبر وعمر وعمل، جاله صوت يا غبي هذه الليله تؤخذ نفسك منك، لهذه الذي اعددتها لمن تكون. انت خططت بس حسب مشيئتك انت، انت زبطت الدنيا وعملت كل حاجه. ده هو هنا بيقول انت حددت المكان وحددت الزمان وحددت المده اللي هتقعدها وحددت كمان الربح اللي هتاخده. ومره ربنا هيعمل لك ايه؟ ده الانسان بيتكل على نفسه ما بيتكلش على الله بس. بس ده لا يعني ان الانسان ما يخططش، لان برضه عندنا مثل في العهد الجديد اللي هو مثل انك لما تيجي تحارب جيش لازم تقعد تحسب حساب النفق الأول. عوضا أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. يبقى ده الهدف من الآيتين اللي فاتوا، عمال تخطط لنفسك عوض على أنك تقول ربنا هو اللي قادر على كل شيء بمشيئة ربنا. قول وخطط، قول يا رب في إيدك حسب مشيئتك وحسب إرادتك الصالحة. وأما الآن فأنكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء. عمال تفتخر وتكبر وتحاول انك انت تعمق الكبرياء في داخلك، والافتخار باللي انت من فيه دوت اللي انت عملته لنفسك، اللي هو تحديد المكان والزمان والربح اللي انت خططته لنفسك، ده تخطيط غير سليم. فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك او فذلك خطية له. يبقى الخطية مش بس مفهومها السلبي ابعد عنها، لا، بمفهومها الإيجابي اللي يقدر يعمل عمل حسن ومش تلك خطية أو ذلك خطية له. ساعات تتعرض علينا خدمات كتيرة جدا جدا، لكن في النهاية نحس إن إحنا مش هنعمل دي. طب أنت تقدر تعملها، أصل كسل بقى، أصل مش مليش نفس، أصل لا. اللي يقدر يعمل حاجة وما يعملهاش تبقى خطية برضو. طب كل ما تتعرض علينا حاجة أقدر أعملها في إمكاني أعملها ما تأخرش عنها خالص. يبقى الخطية بمفهومها خطية، أو بعد عن الخطية بمفهومه، البعد عن الخطية السلبية بعمل كذا، لا ما أعملوش خلاص وحتوب. والحاجة التانية اللي تعتبر خطية أن يكون قدامي فرصة أن أنا أخدم أو أن أنا أفعل عمل الخير وأنا لا أفعل هذا العمل الخير.
واضح ان القديس يعقوب بيدينا حياه او سلوك حياتي في حياتنا اليوميه. ربنا يبارك في هذه الكلمات، لإلهنا كل مجد من الان والابد، امين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سلسلة دراستنا في إصحاح 5 إصحاحات رسالة يعقوب، خدنا مع بعض الأربع إصحاحات الأولانيين، ناخد النهاردة إصحاح 5. وإصحاح 5 حقيقة يميل إلى الطقس الجميل الحلو اللي بنستخدمه في سر مسحة المرض. بعد ما ختم إصحاح 4 وقال لنا بعض النصائح الخاصة ب إزاي الإنسان يخلي الروح القدس اللي جواه ينشط ولا يحزن ولا يغير ولا يحسد، الحسد بمعنى الغيرة زي ما جه في إصحاح 4، إزاي الإنسان يعني يقرب من ربنا أكتر ويقترب من الله، وإزاي الإنسان إن هو يخلي حياته في اتضاع كامل بها يكسب الأبدية. بيقول في إصحاح 5: هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. إحنا لسه بدين، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العس، ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحكمكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة. إيه المفهوم ده؟ عايز يقول الإنسان، المعنى البسيط بتاع الثلاث آيات دول، الإنسان اللي بيعتمد على غناه، اللي بيسعى للغنى فقط الأرضي المادي، الغني من ناحية الأمور المالية والمادية، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. يعني ابكوا لأن أنتوا فقدتوا الحياة الجميلة مع الله وأنتوا على الأرض، والشقاوة القادمة معناها يوم الدينونة، يوم ربنا يجيبك ويقول لك أنا اديتك حاجات كتيرة وأنت في الآخر كنت طماع وعايز تاخد أكتر، وخدت كل الأمور الأرضية بس أنت فقدت الأمور السماوية. ابكوا الشقاوة القادمة، يعني بتعني اليوم الدينونة أو اللي هي هتيجي على حياته الأبدية فيما بعد. غناكم قد تهرأ، تهرأ يعني تقطع الغنى بتاعكم، تهرأ يعني عارفين لغاية دلوقتي كل في فلوس كتير، في عملات كتيرة بالورق، الغنى مقصود بيها الأموال اللي معاكم دي، تهرأت يعني تقطعت. دلوقتي انت روحت البنك في اي مكان وحبيت تديله اي مبلغ، عندك ورق ومتهرق ما يقدرش ياخده، او حتى بتحاول ان انت تشتري بيه حاجه بيترمي، ما حدش ياخده منك خالص. فهو اعتبر ان الغنى هنا الغنى المادي المالي اكتر، قد تهرق، عامل زي الورقه اللي اتقطعت. وثيابكم قد اكلها العص، يا ما اشترينا لبس كتير. في الاخر لما بتفقد الحياه على الارض بياكلها العته العص اللي هي العته، يعني بتقضي عليها العته، ادي الفلوس وادي الثياب الفاخره اللي احنا بنجيب ونكنز. ذهبكم وفضتكم، طب هتقول ايه بقى في الذهب والفضه؟ يقول قد صدق، ده عمر الذهب ما بيصدي، لا ما اصلهوش قيمه بقى خلاص. انت استفدت ايه؟ عملت سبايك ذهب وحطيتها فيه الخزينة بتاعتك، استفدت بيها عاملها زي حتة الصفيحة محدش هيستخدمها، أولادك ممكن ياخدوها، ممكن فيها ناس كتير أو بيموتوا ويتركوا الثروة بتاعتهم محدش عارف عنها حاجة خالص. فاكر مرة الأسقف بتاعنا زمان كان يحكي لنا قصة نيافة الأنبياء يعقوب الصالح نفسه، يقول إن شاف الحكاية دي بعينه، واحد من الساغة اللي هم كانوا زمان الساغة يعني مسكين قوي في موضوع الفلوس، فكان عنده خزنة كبيرة قوي، كل ما يجي له جنيه، الجنيه ده بقى مثلا في الخمسينات كده ولا الاربعينات حاجه كبيره قوي، يقوم ياخد الجنيه يبوسه ويحطه على رقبته على قرطه هنا كده يعني زي نعمه ربنا، ويفتح الخزنه يحط يقول له ادخل مع اخواتك ومش هتطلع خالص. تخيلوا، ما هو بيعبد المال. طب ده تهرأ، عملت ايه في الاخر؟ وبيقولوا بعد كده الانسان دوت مات في بيته محدش داريان بيه، لأنه حتى كان أعزب يعني حدش دير بيه، ويعني قعد فترة ميت ومحدش عرف بالخبر دوت. الذهب والفضة قد صدق وصدقهما يكون شهادة عليكم، يعني الحاجات اللي اتقطعت دي الناس تبص عليها تقول إيه؟ ما استفادش بيها حاجة، ده العيد تكلتها والفلوس راحت. ويأكل لحومكم كنار
يعني كلمة يأكل لحومكم كنار، يعني اللي هي بيسموها الحياة اللي في جهنم مثلا، حاجة زي كده. قد كنستم في الأيام الأخيرة، يعني قعدتوا تكنزوا 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 لغاية آخر يوم في حياتك، ما تفطنتش خالص وما جيش في مخك خالص إن في حاجة اسمها أبدية. ما استخدمتش المال بتاعك دوت في إطعام الإنسان الفقير، يمكن أنت تعاملت مع الفقير بطريقة غير لائقة. كلكم عارفين قصة قديس بطرس العابد، اللي مرة جال واحد فقير وقال له أنا اديني أي حاجة كلها. فآخر ما زهق منه، كان الخادم بتاعه جايب عيش، راح واخد رغيف عيش وحماه للشخص، قال له امشي ابعد بقى خلاص. في الليلة ديت حلم حلم صعب قوي، إن روحه بتتاخد منه بيموت، والملائكة عاملين يدوروا له على أي حاجة حسنة في حياته مش لاقيين، لغاية لما جه الملاك صغير كده وقال لهم النهارده بس رمى حتة الخبز اللي هي العيش دوت لشخص نعتبرها له إنها حسنة كويسة، فقام منزعج وباع كل أملاكه وباع نفسه حتى في الآخر كعبد، عشان كان نسميه بطرس العبد في الآخر، إنه بقى إنسان عبد عند إنسان وخد الفلوس إداها للفقراء وتصدق بيها. فهنا بيقول قد كنستم في الأيام الأخيرة، حتى آخر أيامكم ما التفتوش. ساعات الإنسان في آخر أيامه أي كلمة تأثر فيه فيتغير، يبقى تاب، لكن ده حتى أنتوا لم تلتفتوا للتوبة في الموضوع دوت. كنتوا بتستعدوا للرحيل لكن ما بصيتوش هتروحوا فين في الآخر. هو ده أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى ذني رب الجنود. يعني إيه بقى؟ يعني أربع فئات دايما بيصرخوا قدام الله. من ضمن الفئة دي فئة الناس اللي بيصرخوا نتيجة الأجر الظالم اللي بياخدوه. بيقولوا كده الآباء أربع حاجات بتدخل لربنا على طول: المقتول عمد الصراخ بتاعه بيدخل لله، صراخ الإنسان المسكين بيدخل إلى أذني الله، صراخ الخطية بتدخل إلى أذني الله، وصراخ الأجير، الصراخ بتاع الأجير المظلوم ده اللي بقى بيقول عنه هنا في عدد أربعة: هو ذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم. يعني الناس بيشتغل عندكم في الأرض تصرخ ليه؟ لأنك أنت ظلمته، ما كنتش بتديله إيه؟ ما كنتش بتديله أبدا مقابل بتاعه المظبوط، ظلمت إنسان. عارفين مال الظلم؟ لما بتظلم بيه حد، مال الظلم دوت اللي هو حاجة المفروض تدفعها بس انت ظلمت بيه الاخر وحطيته في جيبك، احنا بنسميها طبعا في العهد الجديد كمان العشور. لان العشور دي لما انت ما بتدفعش عشورك صح وحطيتها في جيبك وصرفتها انت بمعرفتك، يعني ده بقى صح مال ظلم في جيبك، لان ده مش بتاعك، ده مال الانسان الفقير ومال الكنيسه ومال الحاجات اللي المفروض تديها لربنا، مال الله اصبح ظلم في جيبك. فيبقى الانسان الحصاد او الانسان اللي بيشتغل في الارض دوت بيصرخ، يصرخ من الظلم بتاع الأجرة بتاعته مش مظبوط. وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود، بيقول يا رب شايف الظلم، الناس اللي بيحصدوا في عند الأغنياء اللي عندهم حقول كتير، شايف يا رب أنا أستاهل أخد قد إيه، أو هو موعدني أخد قد إيه وما ادانيش المبلغ ده واتظلمني بالفلوس ديت. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. كلام غريب قوي، يعني واحد بيوصف مع ابو علمني يعقوب بيقول قعدت تسمن في نفسك كده وتتخن وتعمل وتاكل وتشرب ومش عارف ايه، اكنك هتتذبح في يوم الذبح. ما هو إيه سوري، يعني الانسان العجل ولا البقره ولا بتاع، عشان تبقى دسمه وعشان خاطر يقدروا يبيعوها كويس يقعدوا ياكلوها ويعلفوها ياكلوها ويعلفوها. طبعا حاجه تكسف ان احنا ماشيين في الاتجاه دوت، يعني فكره ان انا بترفه على الارض، أنا قاعد مش دريان باللي حواليا، عايش حياة الرفاهية وأتنعم بكل حاجة في الأرض، يمكن اللي جنبي مش لاقي ياكل لقمة عيش. وربيتم قلوبكم، خلي بالك هي بتكلم هنا على الجسد وعلى الحاجات الروحية. ربيتم قلوبكم يعني كبرتوا القلب في تعظم المعيشة، ربطوها بطريقة غلط. القلب بدل ما يكون ملك لله صار ملك للعالم وملك للمعيشة الفاسدة. كما في يوم الذبح، أكنك بتربي عشان إيه الحاجة دي تتذبح في الآخر. نهاية طبعا يوم الذبح المقصود بيها يوم الدينونة في حياة الإنسان.
يبقى هنا ما بيتكلم على المال. ايه خطأ المال؟ خطأ المال بالنسبة لنا انه الانسان بيتكل على المال بتاعه. عشان كده رب المجد قال ايه؟ الغنى في حد ذاته مش غلط، لكن الانسان الغني المتكل على امواله هو ده اللي غلط. لما كان بيضرب مثلا الغني او الغنى والمال، مرور الجمل من ثقب ابره ايسر من دخول غني متكل على امواله. لما قالوا فسرنا المثل ده قالوا متكل على الاموال. يبقى المال في حد ذاته مش غلط، والله يعطي المال لكل واحد يقدر ان هو يستفيد بيه كويس قوي، ويقدر ان يخدم بيه، ويقدر يمجد اسم ربنا بيه، لكن الاتكال على المال ده هو اللي غلط. حاجة تانية، الظلم في المال برضو غلط. يبقى لا اتكل على المال ولا اتكل على ان انا اظلم الاخر، ده هو العيب في موضوع الاموال. حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. هنا بقى كانت نبوة او كان كلام عن السيد المسيح. انتوا حكمتم على المسيح الانسان البار وقتلتموه ولم يقاوم، كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذي يجزها أو جازيها. وكل أبائنا القديسين كانوا أبرار، قتلتموه لم يقاوموا. شفناش أبدا القديس قال لهم استنوا شوية أنا مش عايز دلوقتي بتاع، يمكن حالة ولا اتنين فريدة يعني، لكن لم يقاوموا، يعني ساقوا نفسهم زي مسيحهم إلى الذبح بإرادتهم وبرغبتهم الشخصية. حكمتم على البار، يبقى ده برضو هنا مقصود بيها الناس اللي بتتكل على العالم بفكر العالم بيحكموا على الإنسان البار. فكين بيلاطس وهيرودس والبرتيتا دي كلها ورؤساء الكهنة حكموا على المسيح البار وهم عايشين في العالم وقتلوه وهو لم يقاوم أبدا. فتأنوا أيها الإخوة، نصيحة بقى مهمة قوي، تأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. بص على يوم الدينونة، خلي يوم الدينونة قدامك. فوز الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. لما واحد فلاح، يعني طبعا المسيح بيرمز له ان هو فلاح، يعني لما يكون في واحد فلاح بيدن مستني المطر المبكر والمتأخر. ايه حكاية المبكر والمتأخر؟ المطر لما ينزل في بداية الزرعة اللي هي البذرة بتحط تنمو شوية، البذرة تنمو بالمطر دوت، وساعة الحصاد عشان يكون في نوع من انواع النضج، ده بيسموه المطر المتأخر. فاحنا حياتنا كده، الله يعني إذا جاز التعبير زي الفلاح، عايز حياتنا بيتأنى علينا جدا عشان يشوف فينا البذرة اللي هو حطها بتكبر، والثمرة يجي يحصدها في الآخر يلاقي الثمرة جميلة وناضجة تماما. الفلاح فوز الفلاح ينتظر ثمر الأرض. الله ينتظر مننا ثمر في حياتنا الأرض، ومش أي ثمر، الثمر السمين. يعني كل ما ربنا اداني من حاجات اقدم له ثمر منها، اداني ولاد اقدمهم له ثمر، اداني مجهود اقدم له من خلال المجهود بتاعي ثمر، اداني ان انا اسبح اسمه او اداني لسان اقدم بيها ثمر تسبيح، اداني عينين اقدم بيها ثمر ان انا انظر الامور الجيده، وهكذا متانيا عليه. الله بيتانى علينا كل شويه، نعمل اخطاء والله يتانى علينا حتى ينال المطر المبكر والمتاخر. وقت الزرع ربنا بيحط البذرة ويدينا حاجات كتير، وفي الآخر يطلب مننا ثمر مع المطر المتأخر في نهاية حياتنا. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم. كلمة ثبتوا قلوبكم يعني خلي قلبك ثابت في الله، لأن مجيء الرب قد اقترب. يعقوب قال الكلام دوت في أول 100 سنة في حياة السيد، أو يعني من الميلاد، من ساعة الميلاد، لكن مازال يقول الرب قريب، الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض يا الاخوه لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف قدام الايه؟ الباب. الله بيقف قدام الباب علشان يعني واقف قدامنا عشان يشوف المصائب اللي بتجينا او التجارب اللي بتجينا والضيقات الخارجيه اللي بتجينا مع اضطهادات بتخلينا ناس متذمره، نتذمر على الله. لا يئن بعضكم على بعض، ساعات نتذمر على الاخرين. يأن يعني يبقى إنسان زربون كده، يعني بيتذمر. لألا تدانوا، لأن أنت وأنت بتتذمر على الآخر بتغلط، بتعمل كلمة مش كويسة، بتقول كلمة مش محلها، بتكذب في بعض الأحيان لأنك متضايق. فلا تتذمر على أخوك لألا تدانوا قدام الله.
هو ذا الديان واقف قدام الباب عايزنا نحتمل التجارب بتاعتنا اللي جاية علينا من بره أو من إيديه هو، نحتملها أيضا بإيه؟ بشكر. وبعدين ابتدى يدينا بقى مثال جميل، يقول خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات. يبقى هنا في عدد 9 كان بيتكلم على المشقات والتجارب والألام والضيقات اللي بتخلينا ربما نتذمر، ربما ندخل في الخطيئة، ربما ندين الآخرين. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنان، الأنان اللي هي طول الأنان يعني، الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. دول كان مثال حلو قدامنا قد إيه احتملوا التجارب. ها نحن نطوب الصابرين، يعني الله يعطي التطويب للإنسان الذي يصبر، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قد سمعتم بصبر أيوب، ده واحد من الأنبياء، ورأيتم عاقبة الرب. عاقبة الرب يعني مكافأة الرب لأيوب أنه أعطاها الكثير والكثير والكثير، عوضوا عن كل سنين اللي عاش فيها في التجارب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. إلهنا ساعات يسمح بالتجارب، لكن في الآخر إذا احتملنا التجربة والضيقة والأتعاب بشكر وبالتضاع وبقلب خاضع لربنا ومشيئته، تلاقي ربنا يعوض. قد رأيتم عاقبة الرب، ليه؟ لأن إلهنا كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا. لاكم يعني لا بتاعتكم لا، لألا تقعوا تحت إيه؟ دينونة. هنا بقى نقلنا لفكرة الحلفان، الحلفان بأي نوع من أنواع الحلفان مرفوض عند ربنا. ليه؟ لأن اللي حقيقة بيعتاد على الحلفان بيحلف في الصغيرة والكبيرة، طبعا بيحلف باسم ربنا يعني في الصغيرة والكبيرة، بيحلف صح وبيحلف غلط في أحيان كتير، يحلف ويقول بعض الأخطاء ويحلف إنها يعني حصلت يعني بالفعل يعني. لكن قال ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لكم لا، لا بتاعتكم لا، خلاص نعم نعم حصل، يعني الكلام بالإيه؟ بالصدق أكتر، لألا تقعوا تحت الدينونة أو تحت دينونة. لأن الإنسان اللي بيحلف حلفان مش صح ده إنسان بيقع تحت الدينونة. وبعدين يدينا بقى خطوات، على أحد بينكم مشقات فليصلي. لو أنت شايف قدامك مشقات كتيرة وأتعاب كتيرة، ما عندناش غير الصلاة، قل يا رب لتكن إرادتك أنت وشوف اللي أنت عايزه. أمسرور أحد فليرتل. مسرور يعني إنسان عايش في بهجة، عايز تنبسط رتل. لكن بعض الأحيان إحنا بنبسط بطريقة عالمية، نسهر هنا ونعمل هنا ونضحك هنا ونشرب هنا وناكل هنا، دي الطرق العالمية، في الآخر مش هتحس باللذة. قضينا وقت حلو، قضينا وقت حلو، بس في الآخر فيها خطايا، خطايا كتير اتعملت في حتة الحفلات والسهرات. لكن انت مسرور، انت فرحان، رتل لربنا، يبقى الترتيل يعطي نوع من أنواع الايه؟ الفرح الداخلي. أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. طبعا يعني حتة شيوخ الكنيسة عليها كلام كتير قوي، لأن كلمة الشيخ في الترجمة اليونانية بتيجي بمعنى بإبريزبيتيروس. إبريزبيتيروس صارت كلمة إبريزبيتيروس في العهد الجديد القسيس أو القس، عشان كده يقول أبونا فلان بإبريزبيتيروس، وساعات نقولها في المجمع بتاع القداس فلان بإبريزبيتيروس القس. فهنا لو هندعو شيوخ الكنيسة، طب مش معنى الشيوخ لو هو بقى فكر البروستانتي اللي بيمسك في حتة الشيوخ يعني الناس الكبار، طب الصغير ما يعملش ليه يعني غلطان يعني كده يعني ربنا، ما هو ده بقى الشيخ يعني واحد من عامة الشعب يعني. لأن البروستانت ما عندهمش فكرة الكهنوت أو سر الكهنوت، بيرفضوه بيقاوموه أحيان كتيرة. طب لو هو إنسان عادي، طب ليه حدد الشيخ؟ ما كان قال أي واحد فيكم يدهن وخلاص والدنيا يعني تنتهي. لكن يقصد بكلمة الشيخ هنا يعني القسيس، عشان كده الترجمة بتاعتها في الكتب بتاعتنا القبطية أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة، مش الشيخ الإنسان الكبير في السن يعني جده مثلا في البيت يقوم يرشم يعمل زيت مسحة المرضى، لا ما ينفعش. فيدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. يبقى الصلاة هنا ممزوجة بحاجتين، صلاة
ودهن بالزيت، بس ده كله باسم ربنا هو اللي بيشفي في الآخر. وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه. صلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، بس في حته بعديها، وان كان قد فعل خطيه تغفر له. يبقى هنا سر مسحه المرضى اللي احنا بنعمله، او الانديل اللي الكلمه الدارجه يعني، ده معناها انه بيشفي الامور الروحيه ويشفي الامور ايضا الايه الجسدانيه، ويشفي الروح بتاعت الإنسان وتشفي الجسد بتاع الإنسان. الروح معناها إذا كان فعل خطية تغفر له على حسب إيمان الشخص، وعلى حسب أنه بيعمل سر التوبة قبلها كمان. الأنديل الحقيقي الحقيقة بيحتاج أن احنا ناخد أول اعتراف الإنسان المريض، وبعد كده ندخله في حتة تانية اللي هو الدهن بالزيت، وبعد كده السر الثالث اللي هو السر التناول. فالإنسان المريض اللي ما يقدرش يحضر الأنديل العام اللي بيتعمل في جمعة خم الصوم، بنعمل له الثلاث أسرار دول. ناخد الأول اعترافه، وبعد كده ندهنه بالزيت اللي هو مسحة المرضى، ده سر من الأسرار، يبقى ده سرين. السر الثالث نناوله بعد ما يخلص القداس، نروح نناوله عشان يبقى خد ثلاث أسرار في يوم واحد. والحتة دي الحقيقة ليها طقس جميل قوي في الكنيسة بتاعتنا. لما نيجي نعمل الإنسان المريض نعمله هو صايم، والكاهن هو صايم. أما الزيت اللي احنا ندهن بيه في البيوت دوت بيبقى زيت من القديسين أكتر، كان سر مسحة المرضى أو الزيت بتاع سر مسحة المرضى لازم يكون أبونا صايم، ولازم يكون المريض صايم، ولو عنده ظروف خاصة بياخد حل من أبونا لظروف مثلا أكل معين لازم ياخده مع أدوية معينة. طبعا بيتم مراعاة الموضوع دوت كويس. عايز أقول لكم على حاجة كمان. بولس الرسول كان يقول عليه المناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة، مع أن الحقيقة بولس ما استطاعش أنه يشفي نفسه هو، زي ما جه في رسالته الثانية لكورنثوس إصحاح 12، وكان معاه واحد بيحبه قوي 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 اسمه أبوفروديتس، برضو كان إنسان مريض، لكن عصائب بولس ما شفتهوش. مش معنى ان بنصلي وندهن بالزيت وكده على حسب إرادة الله ومشيئة الله يشفي ولا ما يشفيش الإنسان دوت. دهن بالزيت طبعا باسم الرب، لأن السر أساسا قائم على عمل الله داخل، عمل الروح القدس في هذا السر. في الأسرار الروح القدس بتحول الحل من فم أبونا، بيحولوا الحل من فم الله مباشرة، يحول المادة اللي هي الزيت العادي إلى زيت مسحة مرضى بعد حلول الروح القدس عليه، بيحول الجسد أو بيحول الخبز والخمر إلى جسد ودم حقيقيين، ده عمل الروح القدس. بس يقول إن كان قد فعل خطية تغفر له، معناها إن أيضا الكاهن عنده سلطان الغفران من فم الله. إمتى؟ لما الإنسان يتوب ويعترف اعتراف على مسمع من الله أو على مسمع من الكاهن أمام الله. من الحاجات اللي معروفة في سر مسحة المرضى حتة جميلة قوي ما بنقولها أبونا الكاهن وهو بيعمل سر مسحة المرضى، بيقول كده، بيقول أنه إن كان يرال الله على الإنسان المريض دوت، إن كان قد فعل خطية بسهوة، يعني بسهو يعني اغفرها له يا رب، وإن كان وإن أمرت أن تؤخذ نفسه منه فليكن بيد ملائكة، لأنه إنسان تاب، قدم توبة واتدهن بزيت أو حدين بزيت. لو أنت عايز تاخد حياته في نفس اليوم ليكن بيد إيه ملائكة نورانيين. بعد كده يدخل بقى، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها. زي ما قلت لكم أنه بيصاحب سر مسحة المرضى سر الاعتراف، وواضح هنا أن الكاهن هو اللي بياخد الاعتراف، لأنه قال قبل كده أمريض أحد بينكم فليدعو إيه خصوص الكنيسة. القديس أغسطينوس بيقول تعليق جميل قوي على الحكاية دي، بيقول إيه؟ لو قلنا علموا بعضكم بعضا، فالمعلم هو الذي سيعلم التلميذ وليس العكس. الاعتراف أيضا هنا يكون للكاهن السلطان
أن يحل ويغفر، زي ما ربنا أعطى هذا السلطان للتلاميذ في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 20. وبرضو رجع المسيح تاني وقال لهم من غفرتم خطاياكم تغفر، من أمسكتم خطاياكم أمسكت، معناها أن الله بيعطي سلطان الحل والربط لأب الكاهن. ويقول كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا. ليه بقى؟ حط نفسه يعقوب معانا وحط إيليا النبي العظيم ده أيضا معانا، إن إيليا وإحنا اللي هم التلاميذ وإحنا اللي هم مجمع الكنيسة يعني كلنا تحت الألام، كلنا تحت الضعف، كلنا تحت التجارب والضيقات والأتعاب. وصلى صلاة، يبقى رجع إيليا لله مباشرة. كان عنده تجربة جديدة قوي إن مفيش مطر والناس عمالة تقول أنت إيليا ده أنت اللي واصل لربنا، شوف لك حل. وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى صلاة فأعطت السماء مطرها وأخرجت الأرض ثمرها. يعني إيليا بصلواته قفل المحبس، وإيليا بصلواته فتح المحبس بتاع المطر. قد كده لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. أنت ربنا يستجيب لما يكون إنسان بار، لما بسعى في حياة البر. طب وإيليا ما أخطأش؟ إيليا أخطأ كتير، لكن الله بص للبر اللي بيعمله إيليا وقال له طلبة البار تقتدر في فعلها، أنا بكلمتك يا إيليا هتقفل السماء وكلمتك هتفتح المية من السماء. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. معلمنا يعقوب بيختم رسالة كلها، بيختم رسالة بطريقة جميلة قوي، بيدعو كل واحد فينا أنه يهتم بالبحث عن أي إنسان ضال، عن أي خروف ضال. إحنا مش مسؤولين عن نفسنا فقط، صحيح ده رقم واحد، مسؤولين عن بيتنا اللي فيه ناس ضايعة، مسؤولين عن أسرتنا اللي فيها أولاد ضايعين، الأسرة مسؤولة عن ابنهم دوت، مسؤولين عن الناس اللي نعرفهم ماشيين في طريق الخطيئة. يقول كده أن إن ضل أحد بينكم، أيا كان، ما قالش واحد في البيت، لكن أنت تعرف حد ضال، فرد أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت. تخيل لما تنصح إنسان وتقول له اللي أنت مش فيه ده حي غلط، طبعا على حسب أو درجة الكلام اللي تقدر توصلها له يعني بطريقة أو بأخرى، إنك تقول لأبونا حتى يروح يشوف هذا الإنسان لو أنت مش قادر إنك تشوف، لكن إنك تشوف الخطأ بعينك وتغمض وأكنك ما شفتش حاجة وما سمعتش حاجة، أنت كده غلطان قدام الله. من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يعني لما تلحق إنسان ده هتستر عليه من خطايا كتيرة ممكن هو يقع فيها نتيجة إن ما حدش بيقول إن اللي بتعمله ده غلط. الإنسان الضال محتاج إنه يتوب، ولما أنا أدعو للتوبة أبقى أنا أساساً كمان إنسان تايب وأقدر أدعو الآخرين. فأحيان كتير حتى لو أنا ما توبتش، لما بروح أكلم إنسان الكلام بتاعي دوت بيتوبني زي ما بنطلب إن هو يتوب الآخر. ختم معلمنا يعقوب هذه رسالة طريقة جميلة جداً، إن كل واحد مسؤول عن خلاص نفسه وأيضاً مسؤول عن خلاص الناس الخطاة أو الناس اللي هم ضالين بعيد عن ربنا وبعيد عن حق الله. لإله تكن كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.